اقسم بالله العظيم عشان انا زملكاوي واتولدت زملكاوي صعبان علي النادي الاهلي. النادي الاهلي العريق الكبير دون العيال انا اسف بيدمروه. انت فاكر المدير النادي الاهلي محمود طاهر؟ اسامه خليل هو اللي بيديره، هو اللي بيعمل بلد اتحاد الكؤوس. النادي الاهلي اتخانق مع اتحاد الكؤوس ولجنه المسابقات ولجنه شؤون اللاعبين ولجنه الحكام، بالرغم كل الرؤساء اللي جايين دول ايه؟ اهلاويين، وثروت سويله من اهلاوي، ومحمود الشامي عضو النادي الاهلي عضو جمعيه عموميه، وخلص دول ابتدى يتخانق مع الصحفيين، خلص دول ابتدوا هو في عفريت هناك بقى فاتخانقوا مع بعض، وبقى مش عارف يشتم مين يا بيه. مش ده الاهلي بجد والله العظيم، ما ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ده حاجه كبيره، وقلت قبل كده المسؤول اللي في النادي الاهلي مش عارف قيمه النادي الاهلي يمشي، والمسؤول اللي في نادي الزمالك مش عارف قيمه نادي الزمالك يمشي. انما اللي انت شايفه دوت ولاعب يجيب جول يروح للمدير الفني بتاعه يقول فين ده؟ ده لو حصل عندي هنا هو احرف لاعب برضه اتكل على الله، ده المدير الفني بتاعك، ده بالظبط الناظر. احنا كنا في المدرسه كان المدرس ده الواحد يدي يهبد الواحد قلم على وشه ما يبصلوش، والله ما كنا نبص له. مش دلوقتي الاب يقول لابن كلمه يقول له ايه اه في ايه؟ مش ده اللي دلوقتي بيحصل في النادي الاهلي للاسف الشديد. فالاخ اللي انت قلت اسمه دون والجول تاني لا يساوي مليم عندنا، انما لانه اهالي الزمالك وكذب روزا اليوسف. مين اللي شايف روزا اليوسف؟ حد قال لي ان روزا اليوسف في المجله، في المجله انا شغال في روزا اليوسف وكذب قال لا انا ما قلتش الزمالك فاوضني ورب العرش مجاني، يقول لك اصل ما حدش كلمني، اصل انا البزازه ما جاتش، اصل الرضعه رضعه كياله. احنا فاضيين لك، دي مؤسسه كبيره فيها 25 لعبه، مؤسسه كبيره محترمه، ونادي فيه اعضاء فيه وزراء ومحافظين ودكاتره وناس اساتذه الجامعه، نادي كبير وصغير مش فاضيلك. فانت النهارده بتلعب بالنار لازم تلسعك وهتنسى، انما كل شويه تهديد يا مايجونه يا مش هلعب، يا الشيخ يا مش هلعب. ده النادي الاهلي؟ ده النادي الاهلي بجد؟ انا مش فاهم، انا ما شفتش كده بصراحه. النادي الكبير العريق كل شويه يهدد واحنا مخطوفين في طياره، انت خطفنا. ما انا عايز ابقى انت بالظبط كده، انت للاسف انت كمجلس ادارتك خليت الاهلي زي الشرطه زي سجون الانديه عادي، عايز تمشي امشي، انما يا تفرض ارادتك كان زمان انسى، كان انتهى خلاص. الحكم ده يحكم انسى. ست جان تطلع تقول رئيس السادات يا سلام يوم الاهلي، والله انا الجيشي اللي كنت حاكمه مصر. ايوه كانت حاكمه، وناس ناسيه ان الست دي اللي عملت قانون الاحوال الشخصيه لو تفتكروا، وزادت حالات الطلاق عشان كان عندها مشكله شخصيه، بس الناس بتنسى وما تسيبوش شقيين في السودان. تمام، الرئيس بيفرح قوي لما الاهلي بيكسب. طب انا احمد حسام ازعل الرئيس؟ الحكم كان اسمه حسام ولا اسمه محمد حسام ازعل الرئيس؟ لا ازعل الرئيس ازاي؟ طب انا اروح عبد العزيز ازعل الرئيس؟ لا ما زعلتش، لازم الرئيس هنا منسجم 10 سنين سواد على الزمالك.